وينضم إلينا هاتفيا السيد ماهر مقلد مدير مكتب الأهرام في لبنان سابقا. سيد ماهر أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز. وماذا حدث في الضاحية الجنوبية منطقة الجاموس كما تابعنا من الأنباء؟ خير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. طبعا بكل تأكيد ما حدث اليوم هو استمرار للخرق المعلوماتي الرهيب الذي يتعرض له حزب الله من جانب إسرائيل. معلومات دقيقة جدا أفضت إلى أن هناك قيادات مهمة من قيادات حزب الله، والآن الحديث يدور وفقا لتصريحات إسرائيلية على أن المستهدف كان هو قائد العمليات العسكرية في حزب الله إبراهيم عقيل، وأن العملية استهدفت القائد العسكري في الضاحية الجنوبية. بالتأكيد هذا الأمر يربك كثيرا في هذا التوقيت من حسابات حزب الله، ويضع حزب الله في مأزق حقيقي، خصوصا بعد العملية الدامية التي حدثت قبل يومين، والتي يعني أودت بحياة يعني المئات وآلاف المصابين. وبالتالي إسرائيل تمارس حاليا ضغوط حقيقية وجبارة على حزب الله، وهو في موقف لا يحسد عليه، لأنه حتى الآن يعني لم يتمكن من إيجاد ضبط المعادلة التوازن العسكري التي كان يتحدث عنها من قبل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكان يذكر بأنه في حالة استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية سوف يتم استهداف تل أبيب مباشرة. من قبل حدث وتم يعني اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر أو يعني منسق العمليات في حزب الله، وللأسف لم يحدث هذا الرد، وإسرائيل الآن يعني تواصل هذه العمليات، ومنطقة الضاحية الجنوبية كما هو معروف للجميع مكتظة بالسكان، وكما ذكرت في التقرير ووفقا لبيان وزارة الصحة اللبنانية أن من بين الضحايا 5 أطفال، وطبعا مرجح جدا والأعداد مرجحة جدا جدا للزيادة نظرا لأن المنطقة منطقة مكتظة بالسكان، واليوم يوم الجمعة وهناك مسجد كبير يعني يتوافد إليه يعني الألاف. نعم أستأذنك أستاذ كمال أبقى معي. ننوه مشاهدينا إلى هذا العاجل، حيث وقالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر أمني لم يذكر اسمه أن الضربة الجوية التي شنتها إسرائيل على بيروت اليوم الجمعة كانت تستهدف قائد العمليات في جماعة حزب الله اللبنانية إبراهيم عقيلة. معي الأستاذ ماهر مقلد مرة أخرى، أرحب بحضرتك مدير مكتب الأهرام في لبنان سابقا. يعني كان هذا الخبر العاجل، يعني كان هناك شخصية يعني معينة تم استهدافها، هل تأكد مقتل هذه الشخصية أو القائد العسكري يا أستاذ ماهر؟ يعني الإعلام الإسرائيلي يعني هو ذكر زي وأنا قلت لحضرتك في بداية المداخلة اسم المسؤول العسكري وفقا للإعلام الإسرائيلي، لكن حتى الآن لم يصدر بيان رسمي أو تأكيد من جانب حزب الله. وكما نعلم وهذا طبعا واضح جدا جدا ولا يسبب أي حرج، أن الضاحية الجنوبية منطقة يسيطر عليها بالمطلق حزب الله من حيث الإجراءات الأمنية، من حيث حتى الإجراءات الصحية، وحتى الآن يعني لا نتحدث عن دور حقيقي للجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية باعتبارها هي منطقة معقل حزب الله ويتواجد فيها قيادات حزب الله وتتمتع بحساسية أمنية عالية جدا، خصوصا أن الطبيعة الجغرافية للمكان وللمنطقة بشوارع ضيقة جدا، وكان هناك حديث بصوت مسموع، وكان هناك يعني نداء عاجل بإفتاح المجال أمام سيارات الإسعاف وسيارات الدفاع المدني حتى تصل إلى منطقة الحادث، خصوصا أن بعد أن تدافع وتزاحمت أعداد كبيرة من المواطنين وقت الحادث. لكن بكل تأكيد يجب أن نؤكد أن هناك اختراق معلوماتي رهيب. يعني نقدر نقول حضرتك يا استاذ كمال استاذ ماهر ان هذه رساله من اسرائيل الى حزب الله بان حزب الله مخترق تماما مثلا؟ لا اتحدث عن رسائل اسرائيل، ولكن الواقع نتحدث عن الواقع الموجود، الواقع الموجود يؤكد الى ان هناك اختراق معلوماتي كبير. نعم. في حزب الله يعني بدأ بمسألة البيجر وطبعا دي ضربة قوية جدا، وهذا ما أكده في خطابه أمس الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. اليوم أيضا حينما تستهدف إسرائيل في الضاحية الجنوبية وهي منطقة مكتظة بالسكان وبنايات متعددة ومتنوعة، شقة سكنية ويكون في داخل هذه الشقة القائد العسكري لحزب الله، أعتقد أنه أمر خطير وله دلالاته، ويجب أن يراجع حزب الله سريعا الموقف
لأن إسرائيل سوف تتمادى مجددا في ضرب حزب الله وضرب المناطق في الجنوب. وأعتقد أن هذا الأمر اليوم ربما يكون بداية لتصاعد الحرب الموسعة بين حزب الله وبين إسرائيل، لأن حزب الله الآن في موقف لا يحتد عليه، وبالتالي مطالب أمام جمهور حزب الله، أمام أنصار حزب الله، أمام الشارع اللبناني، أمام مصداقية حزب الله، بأن يكون له موقف، وموقف حازم جدا تجاه هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي أصبحت يوميا ومتكررة وخرجت عن نطاق يعني استهداف المدنيين العسكريين أو العمليات العسكرية أو حتى منصات صواريخ لحزب الله، لكنها الآن تستهدف المناطق المدنية المأهولة بالسكان بصرف النظر عن من يتواجد في هذه المنطقة. حينما نتحدث عن الضحية الجنوبية، منطقة تشبه المناطق الشعبية الموجودة مثلا في مصر أو في أي عاصمة عربية، شوارع ضيقة، آلاف من السكان والبنيات الشاهقة، وبالتالي حينما ينطلق صاروخ أو طائرة تستهدف شقة سكنية، فأعتقد أن هذا الأمر أمر مروع جدا على المستوى النفسي، على المستوى الصحي، على مستوى سلامة المواطنين الموجودين في المنطقة. طيب أستاذ ماهر، أخيرا، هل هذه العمليات كما حضرتك ذكرت هو واقع على الأرض تزعزع موقف حزب الله اللبناني في لبنان أو أمام المواطنين اللبنانيين أو أمام أنصار حزب الله؟ يعني بكل تأكيد يعني هناك تمسك بالأمل بأن المقاومة اللبنانية وحزب الله لديه ما يمكن أن يعيد الأمور إلى نصابها أو يعيد التوازن العسكري الذي كان قائما بين حزب الله وبين إسرائيل. لكن فيما جرى خلال هذا الأسبوع، أعتقد أن هناك تفوق إسرائيلي. الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أقر بهذا بالأمس. نحن لا نتمنى هذا ولا نريد هذا ولا نتحدث عن هذا، لكننا نؤمن بأن الحرب كما حتى ذكر الأمين العام لحزب الله جولات، وربما يكون للعدو جولة أو لإسرائيل هذه الجولة، لكنها للأسف هي جولة ممتدة وجولة تحقق أهداف قاسية ومؤلمة على حزب الله. لأنما حينما تطال هذه الضربات قادة مؤثرين وتطال الشبكة المعلوماتية لحزب الله وتطال كل يعني عناصر حزب الله، أعتقد أن هذا اختراق خطير جدا ويجب أن يتم التصحيح بشكل عاجل جدا. وفي نفس الوقت يعني زمام المبادرة يجب أن يعود إلى حزب الله حتى لا يفقد المصداقية التي تتحدث عنها حضرتك. وأعتقد أن المعنويات المهمة التي كان يتمتع بها أنصار حزب الله كانت عامل أساسي ورئيسي في مسألة التوازن العسكري، فيما لو انهارت هذه المعنويات أعتقد أن الأمر سوف يكون مخيف ومرعب، وربما يتحول حزب الله أمام إسرائيل إلى يعني وضع يعني وهن، وهذا أمر لا أحد يتمناه. نعم. طيب أيضا أستاذ ماهر، يعني كنا تابعنا منذ فترة قليلة يعني الأفلام أو تصوير الطائرات المسيرة لكل الأماكن العسكرية من قبل حزب الله، وطبعا حضرتك أكيد تابعت هذا. هل تعتقد أن إسرائيل تفعل ذلك ردا على هذه الأفلام؟ يعني أنا لا يحضرني الآن كان لها اسم معين. يعني هو بكل تأكيد يعني اليوم وأمس يعني نجحت مسيرة لحزب الله في ضرب يعني منطقة عسكرية مهمة في إسرائيل، وكان من ضحايا يعني ضحايا قتل في هذه العملية أكثر من جندي إسرائيل، وهناك يعني جندي يعني ضابط برتبة كبيرة جدا. وصفحة إسرائيل الرسمية بث الصور لهؤلاء القتلى الذين استهدفهم حزب الله. بالتأكيد حزب الله يمارس عمليات عسكرية ضد أهداف داخل إسرائيل، لكن القياس هنا كبير جدا، لأن حتى الآن يعني يقدر عدد الشهداء الذين سقطوا إلى حزب الله منذ 7 أكتوبر بدء طوفان الأقصى وحتى الآن قرابة 1000 شهيد. هناك طبعا ضرب مبرح من جانب إسرائيل لمناطق الجنوب، وهي مناطق تخضع بالأساس إلى حزب الله وإلى أنصار حزب الله. وبالأمس كان هناك يعني تكثيف للطيران الإسرائيلي على مناطق في الجنوب اللبناني بدرجة يعني غير مسبوقة. وأعتقد أن زيارة رئيس الأركان الإسرائيلي إلى المنطقة الشمالية واجتماعه مع القادة في المنطقة الشمالية كانت مؤشرا كبيرا على أن إسرائيل لديها نية لتوسعة رقعة الحرب، لكنه لن يكون هناك اجتياح بري كما تزعم بعض المصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إسرائيل تخشى من هذا الأمر، لأن الاجتياح البري معناه مواجهة مع قوات حزب الله. حزب الله لديه خبرة حقيقية في الطبيعة الجغرافية والاستراتيجية الموجودة في منطقة الجنوب، وحينما يعني تنتقل قوات من إسرائيل إلى الحدود اللبنانية أعتقد أنها أصبحت في موقع الخطر. لكن إسرائيل تفرض استخدام القوة الجوية
نعم. التي تتمتع بها والتي لا يوجد لحزب الله أو حتى للجيش اللبناني قوات دفاع جوي قادرة على صد هذه القوة. شكرا جزيلا الأستاذ ماهر مقلد، مدير مكتب الأهرام في لبنان سابقا، متحدثا هاتفيا إلى إكسترا نيوز.